هوبا. شفت الطلعة الأولانية دي؟ هوبا. بصي بصي السرعة بصي السرعة بصي السرعة. هنخبط هنخبط يا جماعة. اه وصلنا بالسلامة. يلا اقعدوا بقى اقعدوا. وصلنا. صباح الخير يلا بينا. صباح الخير. صباح الخير. هلو. ودلوقتي يا جماعة احنا كنا نحن في مالك يا رانسي فيه في ايه؟ طمنيني عليك. بص الحركة دي. ترا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 ر
بس طالع ازاي؟ في النجلة بقى. ايه ده لحد فين؟ لحد البتاع لحد قمة الجبل هناك. انتي شوفي 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 نمشي في الهواء كده، ايه رأيك؟ هلو يا حلوين. طبعا احنا النهاردة رايحين نركب التلفريك. انا عن نفسي انا بخاف من اي حاجة بتطلع فوق. انا بخافش. بس هما مش بيخافوا يعني، حسن ورانسي مش بيخافوا. حتى حسن لما بيركب الباراشوت والحاجات دي ما بيخافش، انا بخاف. طبعا انا هتشجع وهركب. بتخاف من الابرة؟ ممكن اغمض شوية يعني، يا ربنا يستر. مش عارفة ايه اللي هيحصل بس هنجرب. فيلا بينا علشان اليوم ما يضيعش، وخليكم معانا طول اليوم. لو انتوا جداد على قناتنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير وكومنت وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. ولو انتوا من عائلتنا الكبيره اعملوا لنا بقى كومنتات حلوه زيكم وشير حلو زيكم. بصوا بقى يا جماعه، احنا جبنا تلفريك اللي هو ده، لبنا ده كله. ايوه تلفريك، وده كله الحبل بتاعه. فالحته دي، فالحته اللي هي بتلف دي، اللي بيلفوا دول بيخلوا التلفريك ده يتحرك. فلما التلفريك يتحرك هيروح لحد المبنى ده، لحد المبنى اللي هناك، وبعدين يرجع من المبنى ده. يبقى بيقولوا انك بتخافي. هو انا بخاف شويه. بيقولوا انك بتخافي من المنخفضات المره دي مش من المرتفعات. المنخفضات؟ المنخفضات دي حاجه، ده مرض غريب اصلا. ما هو بصي هو نازل اهو. بصي هو ده المنخفض بقى. لما ينزل بقى اعصابك هتسيب. صعبه كده. زي الطيارة. طبعا يا جماعة قبل ما نطلع كوباية الموهيتو علشان الجو حر جدا، عشان نطلع ايه واحنا مبسوطين ومستريحين. فبيهدي كده. طبعا يا جماعه انا هقرا القران كله. بيقول لك هيطلع 4 كيلو ونص، هيطلع 4 كيلو ونص فوق. وبعدين بيقول لك ايه كمان؟ ما بيقفش يعني، انا لازم انط. جاهزه انك تنطي؟ ها؟ اول ما تلاقيه بيعدي كده تقوم ينط على طول جوه. بس لما انا اقول لك لا، هو بيهدي كده كانك ماشيه يعني. لا لا بيمشي كانك ماشيه. انا عارف بس بيهدي قوي يعني. هتعرفي تنطي عليه؟ والله بص يعني انا هحاول ان انا اعمل كده. تراك بعجله تلاقي قدام شويه يا بقى، عشان يبقى كله متوزع. بس ثانيه جاي ورا شويه بس. بص هو ماشي بالراحه عشان انت بس حاجه في ايديكي. شوف تركبني عشان مقسمين نفسنا، لكن في الطريق عادي.
وشه كده. يا عيني يا جماعه رنسي بتعيط خايفه. لا 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 نوسة ما بتخافش. هوبا شفت الطلعه الاولانيه دي؟ طلعت طياره كده كان الاول كده. شفت الطلعه الاولانيه دي؟ يلا سلموا على الارض يا جماعه سلموا على الارض. لسه احنا رنسي وموفي 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 خالو خالو فين كده؟ لا لا مش من البيت. لا خليك ما تفتحش. طب يلا هلا بص مرسومه. يلا رنسي انا خايفه. رنسي انت مش خايفه؟ انا خايفه. نحاول. اهو واحد جاي اهو واحد جاي في وشنا اهو. بصي 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 اوبا بصي بصي بسرعه بصي بسرعه بصي بسرعه. لا على فكره رنسي شجاعه جدا مش خايفه. رنسي انت خايفه؟ لا انا خايفه. بس احنا هنطلع فين؟ احنا هنطلع عند قمه الجبل اللي فوق. يا جماعه يعني احنا فوق خالص. احنا كده فوق خالص خالص. بص قمم الجبال دي تحت هنا بقى بالصحراء. ايه ده فينا شو؟ بس ده مش بس اللي واحده. ده مش زي بتاع بورتو السخنه. لا اعلى. ده اعلى. ده اكبر. ده الجليله. ده تلفيق الجليله. ده اكبر من هناك. تحت. في لاتشي بوكس واقعه من حد هناك. ده يعني بص بقى يا جماعه دلوقتي احنا خلاص قربنا نوصل. ايوه اهو زي ما انتم شايفين. هو انت مش خايفه؟ بصي يا رنسي الجبل جاي علينا. بصي بصي مش عامل ايه يعني الجبل اللي هيخش علينا. خلي بالك بصي في واحد جاي فوق اهو. يلا تلفريك تاني جاي فوق اهو. ارفعها بقى اهو اهو. بص 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 اللي تحت ده. بص اللي تحت. بص الجبل اللي تحت يا نهار. بص المنظر شميت يا تشوفي وراك. يا نهار ابيض. بص المنظر عامل ازاي؟ يا نهار ابيض. ماما خايفة يا رنسي. صور المكان ده ومعاها. ماما خايفة. ماما مرعوبة. هو احنا قاعدين في الاسانسير. هو ايه ده؟ هو انا اللي بهزه. لا ما تهزش. رجع. بس يا رنسي بس لسه احنا طالعين لحد فوق يا جماعه. احنا في التلفريك. ما ايه ده بيمشي اكتر من 4. انا مش عايزه ابص عشان المدوخ. لا شباب بصي وراكي والله. لا مش هبص. على فكره المنظر تحفه. والله المنظر تحفه. انت بصوا المنظر البحر من ورانا عامل ازاي. طب زوري العكس البحر. بصوا البحر من ورانا البحر من خلفنا والجبل من امامنا. Welcome to Galala Shuttle Car. Please follow the instructions from Operation Team. تعالوا نشاور لهم. يلا كوريان شاور. يلا يلا باي. يا جماعة احنا هنرتطم بالجبل دلوقتي. خلي بالكم خلي بالكم هنخبط في الجبل. خلي بالكم خلي بالكم احنا دلوقتي دي مرحلة الخطر. لا انت قلت هنرتطم. يعني ايه هنرتطم؟ هنرتطم يعني هناخد الجبل بالخطر. احنا هناخد النزلية دي. بصوا 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 المنظر بصوا المنظر بصوا المنظر. هننزل تحت اهو. كل قول الشهاده. في مكان بيدخل سرسوب هواء. عملنا فيه سرسوب هواء اهو. اهو فوق اهو ده هنا تحت اهو فوق فوق تحت ايه فوق. لا تحت. يلا يا رنسي ما هو التكييف بيجي ينزل تحت. هنا بقى النزلايه بقى. بصوا النزلايه بصوا النزلايه بصوا النزلايه. 3 و3 عشان التوازن. هو في كده زورك الخلفيه دي حلوه التوازن. ده امسكي امسكي عشان انزل. ده تحت معانا. النزلايه يا جماعه النزلايه. ايه المنظر ده؟ بصي يا شباب. بص. لا والله حلو قوي. لا بصي يا شباب والله العظيم بصي ال ده ايه ده فندق ده ولا ايه؟ في حضن الجبل. نرتطم وفي حضن الجبل. حضن الجبل من فوق. ايه نرتطم دي؟ بابا اللي قالها مش عارفه ايه نرتطم دي؟ نتخبط يعني نتخبط. خلاص بقى عفوتوها. احنا انت هتقع عليه؟ نرتطم ارتباط ارتطام قوي. احنا ارتبطنا. على فكره المكان اللي هناك ده روعه. نرجع لبابا للمعجم. ده يعني ايه نشطه؟ يعني ايه كسوره؟ باي 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 باي. لا لا مش كسوره. المكان نفسه المبنى والحاجات دي في وسط الجبل. عاوز لا دي شكلها مش فاضي 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 شكلها ما بين
بتاعت سكن حاجه زي كده. يعني انت رانسي خايفه على امك مش خايفه على ابوكي؟ مش خايفه عليه ولا ليه مش خايفه على ليه؟ ده ماسك الكاميرا ولا على هنا وانا قاعد ماسك الكاميرا ماشي. هو كده الاب دايما مظلوم. وبعد كده حنيت من فوق الجبل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احيي الله الله. هنطلع بقى الطلعه الرهيبه. يا نهار ابيض يا علاء كتير طلع اللي تخوف بقى. بص طلع اللي تخوف فوق. طب لما انت خايفه مامتك بتقرا القران كله على فكره. لا بصلي على. بص احنا طالعين ازاي؟ احنا طالعين من تحت كده طالعين فوق. احي ده الناس اللي ماتوا قبل كده خبطوا ده الدم ده. ماتوا قبل كده يا شيخ حرام عليك. ماما 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 ايه اللي انا يا جماعه احنا داخلين في الجبل. بص يا شماء بص بص زي الطياره يعني. احنا داخلين في الجبل تحت حماده تحت هنرتطم تحت هنرتطم هنلطم تحت. المنظر حلو قوي. لو احنا نازلين بقى صلي على رسول الله. الله هو انا عايز اسال سؤال. لو الارض بتاعت الجبل دي انهارت خلاص يا حماده بالعواميد اللي متركبه دي ايه اللي هيحصل؟ ده بقدرة ربنا ده يوم القيامة بقى إن شاء الله كل ده هيبقى بسوى الأرض. لا لا مش لازم كله الله. أنا ما بتكلمش على كله بتكلم على الحتة دي بس. بص تقرا قرآن. هتموت يا شوقي. هتبقى منين المنظر حلو قوي. ماما نازلة قراية قرآن من ساعة ما طلعنا. احنا بس بسبح. أنا ماما مش بتاعتك. ما تسيبينا هنرتطم دي تالت مرة. يلا الحقوا الحقوا الحقوا. البحر كده هتفتح يا الحقوا زي الطيارة. معاك زي الطيارة كده. الطيارة قبل كده هيدخل ازاي ده؟ هيدخل ازاي ده؟ هنخبط هنخبط يا جماعة. وصلنا بالسلامة. يلا اقعدوا بقى اقعدوا. وصلنا.